واحد اليوم بقيت هكا جابت التليفون تاعها كيما هكا وبقيت نخرب لها في التليفون. كي وليت نخرب لها في التليفون سي بون سي با هادره مع كيما يقول لك مع بريزيلي كان معاها في رولاسيون قبل بريزيليا. هذه الناس اللي يقول لك اودي تحيه القوريه وتسقط من البلاد. السلام عليكم الاولاد، راح نعاودوا نكملوا خاوتي واحد القصه تاع اخونا امين. هذا خوتي ما حكيت لكم الحكايه تاعي في روسيا وفات العام هذيك، حكى لنا خوتي الحكايه تاعو تاع العام تاعو كيف عدى، كان حراق وكما قال هو اكسبيرونس اللي حكى لنا تاع الروس. اليوم خوتي نكملوا برب ان شاء الله القصه تاعو كيفاه، وين زاد كيفاه راح للبرازيل، كيفاه جاتو ليديا على البرازيل، ونحكي خوتي على الخبره تاعو لمده قداه، 7 سنين ل 6 سنين في البرازيل. 6 سنين وشي 6 سنين ونص. 6 سنين في البرازيل. 6 سنين هكاك. اوكي نحكيو على البرازيل، نديرو بعد نحكيو على كيفاه رحتي للبرازيل، كيفاش جاتك ليدي تاع البرازيل هذه ثانيه، ونحكيو اخويا الكومباريزون بين كيفاه عشتي تما وكيفاه عشتي في الروس، وليسونسيال تجي واحده واحده الحكايه. ليسونسيال خاوتي تبعوا الحلقه دي حتى الاخر كي العاده، خاوتي جيم كومونتير على قلبي يطلع الفيديو يتشاف بزاف. المهم كي عاود هويت البلاد، هويت البلاد عاود رجعت البلاد من روسيا وكاع، ايوا من بعدك درت فقدت الامل على روسيا، قلت انا ما نزيدش نخمم في روسيا وما نعاودش نرجع لروسيا ما نحوش عليها. يعني دوكا نضرب يعني بديت نعرف صوالح، كاين صوالح اللي ما كنتش نعرفهم كنت فقير فيهم، بصح اليوم كيما يقول لك الحمد لله كي عاودت رجعت وكاع من روسيا كيما يقول لك وليت نعرف صوالح اللي ما كنتش نعرفهم. ايوا قلت نو، قلت انا نولي كيما يقولوا ندخل نفتح فيسبوك وكذا، نولي نعرف نهضر مع الناس سكايب كذا، ونعرف نتلاقى بالك معاك واش قوريه ولا، وكل حاجه لربي. المهم بقيت حاكم ذاك الريتم هكذاك. اي كي بقيت حاكم الريتم هذاك تلاقيت تلاقيت بهذا البرازيليه، بقينا نهضروا، هي تستعمل تراديسيون وانا ثاني نستعمل مترجم، وقال نهضر معاها تهضر معايا كذا غير بالعقل، بدات بالعقل بالعقل. ما سقساتني قالت لي منين انت، قلت لها من الجزائر، قالت لي هذه الجزائر وين، قالت لي انا ما نعرفهاش وين، قالت لي ما نعرفش الجزائر وين. قلت لها ودي شنو نقول لك، ندير فهمك. قلت لها المهم، قلت لها هذه، قلت لها تعرفي المغرب، قالت لي واه نعرفها. قلت لها تعرفي مروكو، قالت لي واه نعرف مروكو. قلت لها حنا لا فروتيير مع مروكو، قالت لي ندخل في الماب ونحوس نشوف. المهم دخلت شافت كذا منا وما اللي قالت لي انتوما بويضين، قالت لي مش الحاليش. قلت لها احنا فينا الحاليش فينا البويضين، قلت لهم مخلطين. قالت لي على حسب ما كي قلت لي هكا وكاع، على حسب ما قلت لي هذه، قلت لها حاسب كاع كحاليش وكذا. وراك عارف اللي بريزيلي عنصريين على الكحاليش، راك عارف راهي عنصريين بزاف كاع. راهم عنصريين على الكحاليش هنا يا خويا، هنا يقتلوهم خويا. مازال الدور كيما هكا؟ والله غير نقول لك حاجة غير كارثة هنايا، والله غير يقتلوهم. باش نقول لك هنايا، نقول لك حاجة، كاين بويضين وين يدخلوا في لي ريستورون يسيبوا الكحاليش ما ياكلوش ويخرجوا. هما شو الكحاليش تاع لافريك، الكحاليش تاعهم هنايا، باسكو على البريزيليا راهي فيها كيما يقول لك راهي فيها عدد كبير من الكحاليش. ولادهم هما ولادهم زايدين هنا لي بريزيليان. المهم بقيت نحكي معاه هكذا، جبت معاه حكيت معاه سيموا هكا ولا، بقينا نحكوا من بعد دخلنا في ديك لا رولاسيون هذيك منا. قالت لي راك باغي في حياتك، ولات نقول لها طموحاتي حياتي يعني مثل اي شاب اللي طمح في حياته. بقيت نحكي معاه كذا كذا، جبدنا بقينا في هذاك الحال واحد العام عام، بصح انا عام ما بقيتش غير نحكي معاها، بصح بقيت نهبر روح نخدم مع الناس، نخدم الاحراف. انا حفرت الحفر الفامي ب 20000، الحفر حفرت حفر ب 20000. شو كنت نقول؟ قلت له ودي نخدم نلم الدراهم وكاع ونعطي الدراهم ونخرج ومنه وكذا، ويا كاع ما كاش منها يعني ريح في الشبك. بس عشان الانسان يوقع ضحيه يعني التخمم تاعو، يعني كيما يقول لك انسان الانسان كيما يقول لك يجري مور المستقبل ولكن ينسى الحاضر، والحاضر هو اللي يبني المستقبل. يتسمى كون ما تبنيش الحاضر على قاعده، المستقبل تاعك راه ماشي يجي كيما تبغي.
صح والله صح الجدل فيه صح. هذا هو المهم وقعت في هذا الاشكال. ايوم بدك يا بري عام هكا وقال قالت لي نجي عندك. انا ما امنتهاش على كل حال والله ما امنت. انا قلت لك مسخر بيا. المهم ورات لي الباساج ومنا وكذا قالت لي راني جاي نهار الفلاني الساعه الفلانيه كذا في الايروبور كذا كذا كذا. ما امنتهاش والله ما بقيت مامن. المهم ايا الحق النهار اللي تجي النهار اللي ها في وهران. لا مسكن في تنس. وا في تنس حنا تنس عيطوا لنا سي زيد ميش نص تاعنا يهضر بالجزيريه نص تاعنا مخلطين مخلطين. ايا بدك شبقينا كيما هكا قالت لي بلي نهار النهار الفلاني اللي جاي الساعه الفلانيه جاي. قلت لها اوكي ما كاش مشكل نتبعوك الذبح حتى لباب الدار. المهم هضرت مع والديا صح؟ ما امنتيها سما انا ما امنت والله ما امنت. انا قلت تكورني وصاي زعما هكا وصاي تكورني وصاي ما امنتش. من بعد خويا حتى هي شدارت هي كي صافي دارت راسها بلي ودي راهي خارجه من البلاد وكاع صافي جايه لهنايا خليت الفيسبوك تاعي عند اختها واختها عيطت لي في الميسنجر. هاي عيطت لي في الميسنجر وقالت لي ودي اختي راهي جايه وكذا وكذا. انا مين قالت لي اختها بلي ودي راهي جايه وكاع اختها كبيره فاهم امنتها ها امنتها. كي امنتها خويا رحت قلت للشيباني هضرت معاك بالعقل وكاع قلت له كيفاش ندخل للشيباني ما كانت على بالها بصح الشيباني كيفاش ندير ندخلها له انا يا شويه الدعوه مستغربه. وبعد قلت له يا بابا قلت له واحد الناس وكاع قلت لهم جايين عندي من البرازيل وكاع يا ودي قال لي كي داوت قال لي واش من الناس حتى اللي راهم جايين عندك من البرازيل. انا ما قلتلوش بلي هو دابا راهي جايه عندي من البرازيل. قال لي شكون هاد الناس حتى اللي راهم جايين عندك من البرازيل هاك راك معروف حتى يجوا عندك من البرازيل هاك. قال لي روح روح اوليدي قال لي انت بالك رقدت نمت كاش حاجه. قال لي روح روح توضى صلي. قال لي هذا غير الشيطان راه يدير لك هاك. المهم هاي الساعه ما قلت ما كاش مشكل. المهم اديت معايا عيط واحد وليد خالي ديت واحد خويا ثاني صغير عليا شويه ديته وطلعنا لايروبور نقارعوا في الساعه الفلانيه كذا. اي هما داك حتى جات دخلت الساعة الفلانية جات كذا دخلت. المهم هذيك العقلية تاع تلاقى بواحد ترحب به كذا جيبنا جات عندي للدار تاع الدار تاع العجوز منا بقينا قعدت ايام تما حوسنا حوست دارت طلعت هبطت عجبت الحالة راك فاهم كيما يقول لك حاجة وحدة راك فاهم اللي ما عجبتهاش كيما يقول لك تبقى تمشي والناس يخزروا فيها كاع وهي على لبستها راك فاهم. شفت لي بريزيليين يلبسوا شوية مش مستورين فاهم. وانا شديت هذيك العقليه ودي نقول لها لازم تستري روحك ولبسي وكذا ومنا ومنا ومنا. حنا فينا واحد العقليه كيفاش دايره حنا ما نعلموش الناس باللاتي حنا نبغوا نتحكموا بالناس. لازم تدير واش راني نقول لك راك فاهم. هذه العقليه لازم نحوها مع القور راك فاهم ولا ماكش فاهم. يعني احنا ما نبعثوش انسان باسكو على ما كاش اللي راهو كيما يقول لك كيما رب الحاجه هو الخالق كاين ولا ما كاش هو الخالق. يعني انت تجي انسان تبع مثلا كيما يقول لك تبعث تقول له لا ما تلبسش كيما هكا لازم تلبس هكا لازم تلبس هكا مش كيما هكا مش كيما هكا لازم نعلموا الناس باللاتي. انا كانت عندي ديك العقليه تاع كيما هاك لازم تلبسي هكا وما تلبسيش ومنا وكذا والناس وكذا والدين تاعنا والدين والاسلام وكذا وما على باليش وذوك الاخرين هذوك وكاع. المهم ولا تدير على كل حال ولا تدير واش قلنا لها راك فاهم ولا تدير كاع واش قلنا لها لبست سطرت روحها عجبتها الحياه ثاني عجبت عجبتها لا فامي العائله ما ثاني كاع راك فاهم الحباب وكاع. المهم استقبلوها بطريقه مليحه واستقبلوها بطريقه مليحه الحمد لله. والشيبانيه شريت لها بزاف صوالح ما قلناها اللي ولات راجعه وكاع شريت لها بزاف صوالح. المهم قالت لي ضروري قالت لي لازم انا نديك معايا. قلت لها ودي كيف تديني معاك انا مانيش عارف انا كيفاش يديروا هذا باش تديني معاك واقيلا لازم انت تروحي ومن بعد ديري كوارات وما على باليش وكذا ونزوجوا هنايا ومن هنا بعدك تروحي غادي وتخدمي لي فيزا وما يبعثوا لي فيزا ومن هنا ونروح. قالت لي لا قالت لي ما تعمرش راسك قالت لي اسكت برك قالت لي انا نريق لك. المهم رحنا للكونسيلا تاع البرازيل في الجزائر. المهم
المهم كي رحنا ليها كاع دخلت هي للسفير تاعهم وقال استقبلها باسكو عليهم يستقبلوا شعبهم مليح يستقبلوا يعني بطريقه الاحترام بكذا راك فاهم. استقبلوها قالوا لها واش كاين وكاع مراه كانت مراه ذاك الوقت. هي قالت لها بلي هذا انسان راه باغي يتزوج بيا وكذا وكذا. سقساتها قالت لها شحال في عمرك وشحال في عمره. هي هذيك الطفله كانت في عمرها 27 وانا كنت في عمرها 24 وهي كانت في عمرها 27. المهم بقينا على ذاك الحال. هضرت معاها قالت لها بلي اش تجيب لي اش تجيب لي واش بالكوارط يجيب لي كذا كذا. رحت خرجت كاع الكوارط خلصت كلش. هاي عطوني الفيزا. هاي نهار اللي عطوني الفيزا خويا عاود رجعت قلت اودي نروح نشري البي ورحت. وهي كانت معايا نشري البي. لا هي الحق الوقت تاعها باش تروح. هاي بقات تبكي وقالت لي تحشي لي. قالت لي انا نرجع لبلادي وانت ما تجيش معايا وكذا راك تحشي لي. قلت لها ودي انا والله ما نحشي لك. قلت لها نروح انا مال انا اليوم نروح نشري البي انت نحشي لك انا راه محشول. قلت لها انا خير منك اذا تحشي لي. انا قال ما نحشي لك انا في الصوالح كيما قال لك عندي لي بروميس ما نحشي لكش. المهم راحت طلعت رجعت لبلادها. انا رحت لك الوكالة ارتور عاودت رجعت الوكالة ارتور باش نشري البي. بنشري البي اخويا نهار اللي رحت بنشري البي شريت لي البي ندير لي سكال في اسبانيا راك فاهم ندير لي سكال في اسبانيا. المهم نهار الحق نهار بار روح انا وليت في لاروبور تاع الجزائر ما خلوني نشوفو. قالوا لي ودي في اسبانيا عاودوا يرجعوك ما يخلوكش تنزل باسكو تسخص كيما يقول لك تسخص لي سكال 48 تور يعني فيزا تاع 48 تور. قلت لهم شتا هو انا نروح للكونسيلا تاع اسبانيا ندفع لهم كوارت نقول لهم ودي خصني فيزا تاع 48 تور صافي انا راح ننزل فين نروح البرازيل يعني ما دخلتش في راسي انايا يعني. اذا كان عندك كاع عندك اذا كان عندك سكال لازم تستنى في الاسبان. ولي سكال كان واقيلا دايرين واحد 6 سوايع سوايع ما لازمش فيزا. هي كان واحد الفيزا سيما فيزا ترانزيت. هي هذيك هي فيزا ترانزيت قالوا لي روح دير فيزا ترانزيت. كون درتي كنت بي مع اسبان كون شفتي مع طليان ولا مع فرنسا ما يطلبولكش فيزا ترانزيت. المهم اي عاودت رجعت فما عاودت ريكلاميت كذا جا مول لاجونس من نزعف على ديك الطفله. هذيك الطفله ولات تبكي مشاكل وانا كان في راسي خفت غير يعبسوا لي فيها وما نخرج. قلت اودي انا كيما يقول لك خبزه طاحت على قطره قد اضرب الحديد بلا دم وسخون. المهم رحت دبرت دراهم رحت دبرت دراهم من قلت لبابا قلت له ودي سلف لي وكذا وكذا. سلف لي مسكين عطاني 10 ملايين شريت ذاك الوقت شريت البيه 10 ملايين و500 شريته على المغرب. رحت سقسيت الناس وكاع اللي عندهم الاكسبيريونس قالوا لي ودي دير لي سكال في المغرب. قالوا لي روح مع رويال اير موروك. والبي الاول تاعك راح سما ما رحتش بيه؟ راح البي الاول راح. ايا قلت لها ريكيبيري لي ومن بعد قال لك اودي رانا معاهم كومونيكاسيون منا كذا طلع اهبط تجري منا راحوا الدراهم راحوا حتى اليوم هذا ما رجعوا لي والو. مع لاطاب راك فاهم الخطوط الجويه الجزائريه مع لاطاب خلطوها لي انا كاع الخيط خلطوا لي في راسي وانا كنت بدي غير البرازيل ما كنتش باغي نقعد في الجزائر باسكو علاه انا سوفريت في الجزائر. انا شوف تقدر تقول انا سوفريت في الجزائر سوفريت في روسيا والكثر سوفريتو في البرازيل والكثرها حبيبي سوفريتو في البرازيل. المهم رحت درت لي سكال على رويال رحت مع رويال الماروك درت لي سكال في المغرب. وصلت ستهم يقارعوا لي نزلت في بلاصه ريسيفي سي داجي يقولوا لها تاع بيرنامبوكو باسكو على الولايه بيرنامبوكو والمدينه ريسيفي. هذه ريسيفي بعيد على البرتغال 6 سوايع مول الاطلنطيك راك فاهم ولا هي المدينه التاليه تاع البرازيل للحدود مع المغرب ومع البرتغال. صافي لايروبور عندها لايروبور صافي نقولوا صافي على البحر الاطلنطيك. لكن مدينه تبع البرازيل كيف حدود المغرب. لا ما البحر الاطلنطيك البحر الاطلنطيك صافي باسكو عليها كاين البحر في الوسط. كاين الاطلنطيك في الوسط. ايبا من ريسيفي للمغرب 7 سوايع بصح كون دير انت يا من سان باولو
للمغرب 9 سوايع. سي با مسافه جي قصيره. اي فوالا مسافه قصيره. نزلت في ريسيفي ستهم يقرعوا لي انتظروني. المهم رحبوا بيا عائلتها رحبوا بيا كذا في المطار. هذه دخل المطار يا حبيبي جينا خارجين خرجت من المطار. نهار اللي خرجت من المطار وقعدوني بالطونوبيل كذا نمشي كيما هكا بقيت نشوف برا. قلت يما خيتي شجبني انا هنايا انا وليت تخيل روحي راني في الصومال البرازيل. اقسم بالله يا خويا الا وليت تشوف الطريق اللي فت فيه انا من الايروبور باش نروح للدارهم الدار تاع المراه هذه تاع الطفله. قلت يا خويا قلت لا لا وليت نخمم قلت نرجع للجزائر انا والله ما نقعد هنا ما تحشاليش ما نقعدش كيما قعدت في روسيا عام. روسيا ديما ديما لا 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 ما تلقى لا لا لا, لا روسيا والله ما تلقى لا لا, لا روسيا دعوه نقيه ناس نقيين لازم تعرف كي تتعامل معاهم وكاع يحترموك يقدروك. بصح هنا خويا كارثه. المهم رحت دخلت كيما هكا وكاع شافوني تقرصت شافوني هكا شويه نيه نقصت لي وكاع. جات الطفله سقساتني قالت لي بلي ولينا نهضروا بالتراديسيون راك فاهم صافي نهضر كلبات وصاي صافي ندد شو كنت تشوف كنت تحكي مع بعضاكم بالتليفون تمد لها تمد بالتليفون خويا بالتليفون انا انا عيني نعماو انا وليت كي نشوف التليفون تحسب راك راح دير لي السيف انا في رقبتي باسكو انا اي حاجه نبغي ناكلها ولا نبغي نروح نجبد التليفون ندخل في تراديكسيون في المترجم ولا نترجم لها ونحكوا غير هكاك. الناس كي يكونوا يمشوا هكا برا وكاع الناس يحسبوا نبكا كيش بكوش ما تهدرش صافي نهضر غير بالمترجم. انا وليت بشويه وليت بشويه نتعلم بشويه بشويه ومن بعد قالت لي قلت لي راني مانيش نشوف فيك فرحان. قالت لي ما علاه قلت لي صافي ندمت قالت لي اللي جيت والله ندمت اللي تعرفت عليا وكذا. قلت لها والله ودي انا ما ندمت قلت لها والله ما ندمت بصح في قلبي قلت لها انا ما ندمتش عليك انت انا ندمت على البلاد اللي جيت لها انا انت والله ما ندمت عليك. المهم بالك اخويا امين اسمها جيل صغيره بالك جيل صغيره ما فيهاش يعني هو اخويا بالك عاش جيل صغيره ما عرفش نعرف على واني جايك راني جايك بالعقل. المهم في اليامات الاولى هكا وكاع بقينا نحكوا بقينا ندورو. قالت لي بلي ودي كاين مسجد هنايا تاع كوب وكاع بعد تصلوا. قالت لي اللي تبغي نديك. قلت لها ودي تعملي خير ديني. رحنا للمسجد نهار رحنا للمسجد وكاع دخلت سقسيتهم فما لقيت دي سينيغال وكاع يهضروا العربيه. المهم رحبوا بيا قالوا لي مرحبا بك كذا دخلوني. قلت لهم الشيخ وين راه كاين هنا امام شيخ ما على باليش بغيت نحكي معاه نهضر معاه نسقسيه. قلت انا نسقسي الناس وكاع ما تحشاليش كيما كنت في روسيا صافي جيت كنت كيما يقول لك نجري باش نخدم كوارتي. ايا قالوا لي ودي الشيخ دروك كي يجي. المهم قارعنا له فما كاع قعدوا 30 مينوت ولا ومن بعدك جا. نهار اللي جا داك الشيخ تاع الامام مسكين مصري مبروك يسموه مبروك هو عمان الجماعة اللي راهم عايشين في بريزيل بالك يعرفوه هو عمان مسكين مبروك. المهم دخلت هاكا مين دخل له كاع اي سلمت عليه هاكا السلام عليكم الشيخ لاباس غايا. قال لي السلام عليكم. قال لي من وين قال لي من اين. قلت له جزيري. قال لي شحال عندك كنت انا في البرازيل. قلت له ودي انا عندي سمانة ملي جيت هذه السمانة. قال لي عظم الله اجرك والله. قال لي كيما قال لي عظم الله اجرك. قلت له علاه يا شيخ. قال لي عظم الله علاه عظم الله اجري. قال لي نقولها لك حي خير ما نقولها لك ميت. قال لي باسكو انا ما نعرفش روحنا نتلاقاو مره اخرى ولا لا. قلت له علاه. ايوا بدات قلت له علاه شي خاص. قلت له نورمال. قال لي علاه. قال لي انت ما تبغيش تموت ول. قال لي الموت حق ما كانش ما تهرب بها. قلت له لا لا قلت له الموت حق. قلت له والله صح ما يعني في هذه قصتها. قلت له بصح الشيخ علاه. قلت لي كي معاك. قال لي هنايا وليدي انا نقول لك. قال لي هنايا على جال كارطه. قال لي على جال 5 دينار. قال لي يقتلوك. قلت له كيفاه. قال لي هنا كي يجي عندك بالكابوس قال لي لازم كي يكونوا عندك دراهم ديما دير شويه دراهم هكا في جيب لدارك ودير واحد 20 ريال ولا 40 ريال هكا في جيبك للسارق لازم ديما تعطي له حقه. راك فاهم والله كيما اللي نقول لك ونتحاسب على ذاك ما عند ربي سبحانه. ولي زالجيريا اللي راهم عايشين هنا في الجزائر الا راني نكذب يطلعوا يقولوا لك راني نكذب في وجهي. انا ما نكذب حتى لا انسان وما نخدع حتى انسان. نقول الصراحه امام ربي سبحانه. لازم ديما دير 50 ريال هنا في جيبك
و20 مليون ولا 30 ريال ديرها للسارق، حق السارق. وهذه وكيف دايره؟ قلت له علاه الشيخ؟ قال لي هنا يا وليدي، قال لي انا نقول لك، قال لي هنا يجي يسرقك، قال لي لا صاب عندك يقتلك، ولا ما صابش عندك يقتلك، ما قري يسرقك ويقتلك. حنا ما قري يسرقك يديلك اللي البوشيت تاعك، يديلك البوشيت تاعك ويهز عليك بحبه للراس. قلت له بصح علاه يسرقني ويهرب؟ قلت له يقدر يسرقني ويهرب بصح ماشي يسرقني ويقتلني. يقول لي باسكو، يقول لي عليه، يقول لي خاف ولا تعقل عليه تحصي عليه وتقبضه في باصه واحده اخرى يبيهنيك صافي، تبكي امك وما تبكيش ما عقليه هكا هذه تبكي امك وما تبكيش ما. انا كنت نشوفها في الجزائر يهضروها غير فمهم، بصح لي بريزيلي طبقوها اخويا. على هذه ديما انا نهضرها ونقولها كيما يقول لك، انا نقولها ب ب ب ب يعني ب شو نقول، بصوت عالي. احنا في الجزائر ما عندناش مافيا، احنا في الجزائر ما عندناش ناس تقبح، والله ما عندنا ناس تقبح. احنا اللي جان تاعنا مساكين مهمشين، الله غالب، الفقر دارهم كيما هاك. بصح هنا الناس تقبح سيفري. لا احنا في الجزائر، احنا في الجزائر، اسمح لي، احنا في الجزائر نتخايلوا، نتخايلوا بلي احنا عايشين. فوالا انا نقول لك في الجزائر احنا ما عندناش، احنا ما عندناش الناس عندهم كوراج وناس ما لا باليش ويطير ويقتلك ويجيب لك بوشيه ويجيب لك سيف ويجيب لك. نقول لك خويا تشوف لي بريزيلي، انا نقسم لك بالله غير راسك يحبس، يديروا صوالح. نقول لك حاجه، ما تامنش بلي هذا انسان دارهم. صح. المهم ايا وليت بالعقل بالعقل، تعرفت على واحد التونسي احمد، اسمه احمد تونسي، ذاك التونسي مسكين لا كان معايا راجل وفادني دار بيا. ولا يعيط لي نروحوا للجامع، يجي للدار غادي على وين كنت نسكن عند هذه المراه، ويعاود يديني للجامع ندورو كذا. ومن بعد وليت على روحي نستعمل الجي بي اس وكذا، منا وليت نعرف صوالح. باسكو كي جيت للبرازيل كان عندهم صوالح كيما يقول لك متقدمين علينا، وتتعلم معاهم، تدخل مع لي بريزيليان وقاعد دير صحاب، تعلم منا، تولي تتعلم وتفتح عينيك. المهم قعدت في ذاك الحال، قعدت هكا في ذاك الحال نحوس الخدمه، نحوس ما لقيتش خدمه. تروازو ما لقيتش الخدمه، انا تروازو ما كنتش خدام ثلاث سنين وانا مانيش خدام في البرازيل. ثلاث سنين وانا مانيش خدام. الكواغت كانوا عندك واه، درت الكواغت في طوام، ودرت الكواغت في طوام، وعطاوني فيزا بيرمانون ريزيدونس 10 سنين فيزون. على خدمة ما يفكر فيها باسكو عليه هنايا ما عندهمش خدمة هنايا، راك فاهم ولا لا؟ هنا راهم طايحين كيما يقول لك في أزمة، وهنا عندهم شويه كيما يقول لك بيروقراطيه، راك فاهم كيما يقول لك راهي حاجه صعيبه، يعني لازم تكون عندك لاكارت دو ترافاي وتكون عندك هذيك ومن هنا طلع شكل كبير. المهم بقيت ثلاث سنين، وهذيك المراه مسكينه هذيك الطفله تعاون فيا ومن هنا الله غالب. من بعد ولات توقع مشاكل، وليت انا ولاو يشوفوني نروح للمسجد، نروح للجامع كذا كذا، ندور من هنا شد عقليتنا تاع العرب، راك فاهم، نصلي كل جمعة هذي ما حملوهاش ما بغاوهاش، يروحوا يشربوا كاع يعيطوا لي، يديروا شو هاسك ويديروا الشوا، وكاع ما نروحش معاهم، راك فاهم، ما نروحش معاهم. ايا ولاو يشكوا فيا، ولاو يشكوا فيا زعما ودي راني مع بن لادن، وكاع ولاو حتى يعيطوا لي بن لادن، ولاو يعيطوا لي اسامة بن لادن، ولاو يعيطوا لي اسامة بن لادن، يعني هما مخلطينها راك فاهم، مخلطينها ضحكوا هذوما العائلة تاع المرات تاعك. واه هاي عيطوا لي بلاد النوقع، وهم مخلطينها ضحك، وراك عارف ديك العقليه يعني صح وتمسخير، ضحكه ونحره كما ذا. اي والله ضحكه ونحره. هاي ولاو عيطوا لي على ذاك الحال كيما هاك وكاع، نجيب غير سمحوا لي على كل حال نقلع غير، نجيب غير الشارجور سمحوا لي. المهم قعدت في ذاك الحال كيما هاك وكاع، ما كانش عاجبني الحال، كنت نحوس على الخدمه ما كاش، نحوس نجري منا، الناس شاكين فيك، تجي تسقيهم تقول له انا عربي وكاع في الديبي، يقول لك اودي اللغه واللغه صعيبه وما نفهموكش وكذا وكذا، بزاف صوالح. قعدت على ذاك الحال ثلاث سنين. ثلاث سنين اخويا علم بزاف، عليك بزاف. صح كيفاش خدمه فيك؟ راني نقول لك صراحه، يعني واش فت فيه راك فاهم، انا ما عنديش نزوق لك الكلام، انا ما نزوقش اخويا الكلام، اللي زوغ غير كاذب.
انا ماشي نقول لك انا انسان طايع ربي ولا نعرف ربي ولا انسان انا 100% ولا كذا وكذا ولا. انا ثاني طحت في الخطأ وانا ثاني درت كيما يقول لك صوالح اللي الشيطان ما يديرهمش. بصح كيما يقول لك انسان اللي نقول لخاوتي اللي هنايا باش ما يطيحوش في الغلطه اللي طحت فيها انايا يعني. وثلاث سنين هذيك ثلاث سنين اللي كنت عايش هذيك كنت دار خدمة دار جامع الدار واش ندير والو هذاك واش ندير هذاك واش ندير من بعدك دخلت في لا ديبريسيون وليت ندخل في لا ديبريسيون ما وليتش نحمل الناس ما وليتش نحكي مع الناس ما وليتش نبغي الناس وليت نقعد غير في الشومبرا نضر راقد نقدرش الله غالب ها ديبريسيون كيما يقول لك كبيره كاع انا من بعد كي شافتني كيما هكا وكاع ولا تعاون فيا ولا تجي منا طلعني تخرجني بالسيف كذا طلعت هبطت انا من بعد كي درت واحد اليوم بقينا قاعدين كيما هكا وكاع اي وليت نهضر مع امها الحاجه مسكينه وكاع قالت لي يا ودي محمد قالت لي ما كيش حس روحك غايه وكاع قالت لي رجع هنا مع بني عمك وكاع خير من اللي مع الناس اللي راهم كيما يقول لك ملتهم ماشي من ملتك ارجع قلت لها ودي يا ماما نرجع قلت لها والله ما نرجع هذا الخطره والله ما نرجع حي نرجع في الكفن الى نرجع البلاد نرجع في الكفن خرجت تجيك حشمه كبيره حشمه قوي كاع المهم روسيا وبعد تسنيتي دوزيام وا بعدك الدوزيام هكا وكاع هو مقوده مقوده اما ديك شادرت وا ايا واحد اليوم بقيت هكا جابت التليفون تاعها كيما هكا وكاع بقيت نخربلها في التليفون كي وليت نخربلها في التليفون سي بون سي با هضره مع كيما يقول لك مع بريزيلي كان معاها في رولاسيون قبل فاهم هذه بريزيليا هذه الناس اللي يقول لك اودي تحيه القوريه وتسقط من البلاد هذه لا لا هذه مراتك كلشي مزواج بيها واه كانت تحكي مع واحد بريزيلي كانت معاه مع كانت بيناتهم رولاسيون مقبل ومن بعد كسرى اللي صرا دقينا مشاكل راني نقول لك خلطتها كاع خلطتها تاع صح كاع اي انا ضب مالي وكاع قالوا لي هذا غي صديق حومنا وقالوا لي انت شراك باغي وهذه هنايا راك في بلاد ماهيش في بلادك وهذه عقليه احنا ماهيش كيما عقليتكم وكذا ولازم تصبر وكذا وكذا ولا ما عجبكش الحال هذه هي قالوا لك بلي هذا هو الخيار ادي ولا خلي ادي ولا خلي داروا كاع عليا المهم كي داروا كاع عليا وكاع ما وليتش تايق فيهم راك فاهم اي كيما وليتش تايق فيهم شي وليت وليت خايف منها الا كش ما دلك سم ولا تقتلك ولا راك فاهم وكان خويا الضربه دي كان عندك دراري ولا ما عندكش دراري صراحه نو ما كانش عندي هذه ما عندهاش انا ما عنديش دراري مع هذه الاولى اللي طلعت لي ما دارتش مع دراري هذه كانت لي خيره ها كانت لي خيره كانت لي خيره شنو خيره خيره كانت لي خيره يعني كانت لي خيره اللي ما درتش معها الدراري كانت كون درت معها الدراري انا لاصق مزيه كيما نقولوا مزيه ما... مزيه اللي ما درتش معها الدراري واه المهم جينا على ذاك الحال وقام بعدك قلت لها ودي شوفي قلت لها نديروا حاجه شابه انا ما وليتش تايق فيها انا خفت لا تغدرني تقتلني تبعث لك واحد يقتلك باسكو عقليه في البرازيل هاكا سقسي لي زالجيريان اللي عايشين هنا يقولوا لك اي شادرت قلت لها بلي سمعي قلت لها نروح ل قلت لها نروح لكوريتشيبا كوريتشيبا راك فاهم كوريتشيبا راه حدا خونا كريم ماشي بعيد على كريم بعد ربع سوايع ولا قلت لها نروح نحوس على خدمه في موقع قلت لها لا لقيت خدمه قلت لها راني راني نعيط لك روحي عندي قالت لي سور ومنا ما قبلتش في الديبي ما قبلتش قالت لي لا لا منا طاطاطي طاطاطي قلت لها ما تعمريش راسك وحلفت لها ومنا والله ما نسمح فيك وكذا وكذا اعطيتها رحت المهم النهار اللي رحت تما تلاقيت بوحدين واحد من العراق وواحد تركي المهم عاونوني فما شدوني ثاني قعدت معاهم دبروا لي خدمه خدمت في ريستورون وليت نخدم في واحد ريستورون تاع سوري فما في كوريتشيبا وكاع النهار اللي بقيت نخدم في ريستورون تاع واحد وكاع عرفت بلي وديني خدام وكذا قالت لي وراك وكاع ما بغيتش نعطي لها لادريس وراني قالت لي علاه ماكش باغي تعطيني لادريس وكاع قلت لها سمعي قلت لها ودي لا قبطيني فم قلت لها ديري ما بغيتي فاهم تسمى ديك هرب قلبك منها سي بون خلاص هرب قلبي منها قلت لها سمعي قلت لها الا قبطيني ثم قلت لها ديري اللي تبغي قالت لي كيفا قلت لها ودي ما كاش مشكل قلت لها نطلقوا اونلاين هذا هو قالت لي طلاق قالت لي لازم تسني قلت لها ودي نطلقوا اونلاين ما كاش مشكل نحوس على افوكا تاع الدوله باسكو هنا عندهم لي زافوكا تاع الدوله
ما يجري ما عندكش دراهم بس عندك حق تدير افوكا فاهم محامي. المهم درت محامي كذا جاب لي كوارتي من ناري قلت الحالة خلاص هي من فما وليت عايش وحدي وليت عايش وحدي وليت نعرف وليت ندور وليت نحوس نعرف لي بريزيليان دور معاهم نعرف المانش كيفاش يدير يدور من هنا نطلع نهبط نطلع لسان باولو نطلع على ذيك نطلع ذيك وليت نعرف البلايس بزاف.